مناظر أخرى جميلة أنقلها لكم هذه المرة من ستاتن آيلاند ومن منطقة جرامس هيل. وبنسميها منطقة الجامعات، ففيها هذه الجامعة واغنر كوليدج، وعدة جامعات كلها في هذه المنطقة الجميلة من ستاتن آيلاند، كاتبين نو ستاندينج. بيقولوا نو ستاندينج ممنوع الوقوف، فأنا بصور هذه المناظر الحلوة، وشايف من هون جسر الفيرازانو إبريدج من شباك السيارة. طيب، والآن تفضلوا معي لتشاهدوا هذه المنطقة الغنية. هذا البوليس إن شاء الله ما يفكرش إني أنا بحكي بالتلفون. This is Gramis Hill from Staten Island. هذه بيوت الأثرياء. The rich people can stay in this area. The taxes, الضرائب غالية. والبيوت أغلى وأغلى. ليه؟ لأنها منطقة تشرف على معظم مناطق ستاتن آيلاند. فهنا كل كم يوم بننزلكم أفلام من أمريكا وخاصة من نيويورك. نعم والله يا عمي، الأسعار في هذه المنطقة نار. هلا بدي ألف على اليمين لألقي نظرة على بيت المرحوم فتحي يوسف ياسين تاي من بيت حنينة، واللي تركوا ولم يعد إليه. هذا البيت اللي مقابلني، شايفينه؟ هذا بيت المرحوم فتحي، وهذه الحارة تبعته. وين صف الدار فتحي من هون؟ يا حرام، هذه من هذه الناحية
وكان المرحوم يفكر في شراء هاي شقفة الأرض، بقول خوف حدا يبني يشتريها ويسد علي الطريق المناظر. فان دوزر يا الله. سانت بولس افينيو. طيب هذه وان واي. بدأنا في النزول من الهضبة، هضبة جراميس هيل. ما شاء الله، ترميم وتصليح وتنظيف. هلا اخذت التطعيم ضد الانفلونزا الخنازير. بعد ما راجعت حالي وصلها شهر معاي الروشيتا حتى اجي اخذ التطعيم، واخيرا وبالحمد لله اني ايست وطعمت. هذه ستاتن آيلاند في الربيع. هذه المناطق هنا خرابات، هذه يعني سعرها مدني مدني كثير، يعني من مئات الألوف والملايين. في جراميس هيل نزلت للمئات الألوف في هذه المناطق. دمك ابكي.